مساء الخير، معكم رينات نيروخ من قناة جوجة تيوب. اليوم رح نعمل لكم الحلو الباكستاني أو حلو الخشخش. نحتاج للحلو تاعنا علبتين قشطة وظرف كريمة وظرف كريم كراميل وحليب مكثف محلى وبسكوت وحليب سائل، ومنحتاج كمان الشعيرية الباكستانية محمصة أو غير محمصة حسب الرغبة. إذا كانت الشعيرية الباكستانية عنا غير محمصة منحمصها على الغاز، وأول شيء منعمله منصفت بقاع البايركس البسكوت طبقة كاملة عنا. أول شيء منغمسه بالحليب السائل عشان يطرى، وبعدين منصفته بطريقة إحنا منحبها. ولعمل الخلطة تاعتنا بنحط ظرف كريمة بالخلاط وظرف الكريم كراميل وعلبة القشطة ونصف علبة حليب مكثف محلى. مندير الخلطة عنا فوق طبقة البسكوت اللي حطيناها بقاع البايركس، بنحاول نقسم الخلطة بالعين نصفين عشان نحط بهاي الطبقة وكمان في كمان طبقة هنعملها. وهلأ بعد ما حطينا الطبقة اللي عملناها الخلطة بنحط الشعيرية الباكستانية المكسرة. نفس خطوات الطبقة الأولى، نصف البسكوت للطبقة الثانية. نرجع منحط كمان مرة من الخلطة اللي عملناها فوق الطبقة الثانية. وبنحط ما تبقى من الشعيرية الباكستانية، وهلأ منحط منكتر بهاي الطبقة لأنها حتكون طبقة الوجه. الحلو صار عندنا جاهز لنحطه بالثلاجة لمدة 2 إلى 3 ساعات حتى نطلعه ونقدمه. وعند التقديم بنحط عليه حليب مكثف محلى للزينة، فستق حلبي حسب الرغبة. والحلو تاعنا صار جاهز. وصحتين وعافية. بتمنى انكم ما تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك. يعطيكم العافية.